زي ما حضراتكم شفتوا من خلال التقرير الصورة كانت كلها خير، يعني احنا بنشوف الأسماك وهي خارجة من بحيرة البردويل وفرحة الصيادين، حاجة الحقيقة تفرح وحاجة كنا مستنيينها من زمان. وعشان بحيرة البردويل مهمة بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتبعية هذه البحيرة إلى مجلس الوزراء مباشرة، تتبع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تابع لمجلس الوزراء. عايزين نتكلم عن أعمال التطوير اللي تمت في البحيرة، أعمال التطهير اللي تمت، إزاي تم الاهتمام بيها خلال الفترة اللي فاتت، نوعية الأسماك كمان اللي بتنتجها هذه البحيرة، وزي ما قلت لحضراتكم إن هي بتنتج أسماك من الأسماك ذات الجودة العالية، كمية الأسماك المنتجة، الأسماك بتوصل للبحيرة زي، كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من الدكتور عاطف مجاهد مدير عام المصايد. منورنا يا فندم، صباح الخير عليك. اهلا بيك، صباح الخير. اهلا وسهلا. ومعانا كمان الدكتور شكري سلمان مدير عام بحيرة البردويل، منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب ونسينا كلنا. عايزين نبدأ من البحيرة، كان شكلها عامل ازاي وازاي وصلنا في النهاية إلى الصورة الجميلة اللي شفناها امبارح؟ الحقيقة في البداية يعني نهني أهالي شمال سيناء بالعيد القومي للمحافظة، والحقيقة استمرارا للجهود اللي بتتم في شمال سيناء كان في اهتمام كبير جدا سواء من القيادة السياسية أو من المسؤولين عن بحيرة البردويل. وحضرتك شفت التوجهات الرئاسية الخاصة بزيادة إنتاج البحيرة واتخاذ كل الإجراءات اللي تزود إنتاج البحيرة إن شاء الله خلال السنوات القادمة، وده كان دافع كبير جدا لجهاز حماية وتنمية البحيرات انه يتخذ كل الاجراءات الكافية للمحافظة اولا على البحيرة كبحيرة اسماكها هي اسماك مشهورة في كل العالم تقريبا، اسماك بحيرة البردويل هي يعني تريد مارك معروف. فكان الهدف الاساسي ان احنا يعني مثلا من الحاجات البسيطه جدا اللي احنا عملناها ان احنا منعنا مثلا الاستخدام حرفه اسمها الكلسه اللي كانت بتشتغل بغزل دقيق جدا، ده رفع انتاج البحيره او انتاج الدنيس مثلا في البحيره ل 33%، وده تطور نوعي في انتاج البحيره. ممكن يكون الكم احنا فعلا 4000 طن، لكن التطور النوعي في البحيره ان احنا مثلا 33% من انتاج البحيره بقى من الدنيس. عندنا حوالي 13% عائله بوريه، يعني ادوات الصيد بتفرق في الانتاج. طبعا لان انت لما بتستخدم شباك صغير، شباك صغيره بتصطاد الزريعه اللي يعني فانت بتقضي على الزريعه اللي موجوده، لكن لما بتستخدم شباك قانونيه بتقدر تحافظ على الزريعه، بتقدر توصل للحجم التسويقي، بتعمل تغير في التركيب النوعي للبحيره ان انت الاسماك الاقتصاديه تبقى موجوده بكثره. وزي ما بقول لحضرتك كده وصلنا الدنيس 33% السنه اللي فاتت من الانتاج. العائله البوريه برضو بكميه كبيره جدا في البحيره، الكابوريا بقت موجوده بكميه كبيره، دي تقريبا اهم الاصناف اللي موجوده في بحيره البردويل. واستمرارا بقى وجودنا النهارده طبعا عشان افتتاح البحيره، ده من ضمن يعني ان شاء الله الجهود اللي بيعملها الجهاز للوصول للانتاج المتوقع ان شاء الله وفقا للتوجيهات الرئاسيه ان شاء الله. دكتور شكري، ايه السبب في جوده هذه الاسماك؟ اولا تحيه لحضراتكم ولكل الشعب المصري وتهنئه بمناسبه تحيات تحرير سيناء. هو البحيره هي بتعتمد على المصادر الطبيعيه، يعني لا يلقى فيها زريعه، وبالتالي ما بترميش فيها زريعه. لا يا فندم، البحيره بتاخد مصادرها الطبيعيه من البحر، وبالتالي جوده الاسماك من طبيعه المكان اللي فيه عدم تلوث وغير ما اي لا يرد فيه اي مصبات انهار، مصبات مصارف صناعيه، مصارف زراعيه، فبالتالي المنتج جودته وكفاءته عاليه. بالاضافه الى ان فخامه السيد رئيس الجمهوريه ادى تعليمات بتطوير كافه البحيرات المصريه ومنها بحيره البردويل. بحيره البردويل حاليا بيعمل فيها مشروع تطوير بحيره البردويل، ده مشروع قائم بتحسين جوده وخواص الميه، وبالتالي هيرفع جوده الاسماك. المشروع كبير، مشروع عظيم، يعني هديه من فخامه السيد رئيس الجمهوريه لاهل شمال سيناء بتطوير البحيره بعمل منظومه متكامله لدوره المياه داخل البحيره وزياده المساحه المستغله في عمليات الصيد، لان احنا عندنا جزء كبير من البحيره مناطق ضحله ومناطق ملوحتها مرتفعه نتيجه زياده معدل البخر، وبالتالي غير مستغله اقتصاديا. القنوات، المشروع يعتمد على قنوات رئيسيه وقنوات شعاعيه تغذي الاماكن الضحله وترفع من كفاءتها، وبالتالي زيادة المساحة وزيادة الإنتاج وزيادة دخل الصيادين وبرضه زيادة جودة الأسماك. حاليا القائم المشروع ان شاء الله يعني احنا يمكن على نهايه شهر 12 اللي هو ديسمبر الجاي يكون انهى المشروع اعماله تقريبا حوالي وصلنا ل 70% من انتهاء اعمال المشروع. عظيم. احنا دكتور احنا في حاجه اسمها فتره التوقف البيولوجي، عايزين نعرف اكتر عن فتره التوقف البيولوجي ليه بنعملها وبتبقى توقيتاتها امتى بالظبط؟ بالظبط. هو حضرتك في علم اداره المصايد هناك بعض الاجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها للمحافظه على استدامه المخزون السمكي في اي بحيره او في اي مسطح مائي. الفكره مش الاستغلال ولكن الاستغلال المستدام، ازاي ان انت تظل تستغل هذا المورد بشكل مستدام. من زي ما اتكلمنا كده عن منع الحرف المخالفه، من ضمن التدابير الاخرى اللي بيتم اتخاذها هي فترات وقف الصيد. حضرتك بتحدد فتره وقف الصيد في اي مسطح مائي وفقا لفترات التفريخ للاسماك، ان انت بتدي فتره راحه بيولوجيه للاسماك ان هو يوصل للحجم التسويقي بتاعه، ان الاسماك ترمي البيض بتاعها. ففي بحيره البردويل تحديدا من يعني تقريبا البحيره الوحيده تقريبا اللي محافظه على فترة وقف الصيد الخاصة بها، بالإضافة إلى بحيرة ناصر. فدي حاجة يعني ممتازة جدا وبنتمنى إن احنا نعممها في كل البحيرات المصرية. بحيرة البردويل سنويا بتقف من نهاية شهر 12 لنهاية شهر 4، ده سنويا. ده بيدي مردود كبير جدا لما بتبدأ الصيد في زي النهاردة مثلا كده، لما بدأنا موسم الصيد خلال فترة الصيد اللي هي بتستمر من أول 5 لحد أواخر شهر 12 بتلاقي الأسماك في حجم تسويقي. اعتقد دي حاجه تشجع كمان الصيادين في ان هم يلتزموا بالقرار بوقف الصيد. هو عارف كويس جدا ان فتره ال4 شهور اللي بيوقفهم دول ده في صالح الصياد، ما بيتذمرش منها وما بيتضررش منها، لانه عارف ان هو هيرجع يلاقي الدخل بتاعه زاد، لان انت بتصطاد كميات معقوله وباحجام تسويقيه عاليه، فبتدي قيمه مضافه للمنتج. يعني الكيلو السمك مثلا لما بتصطاده صغير وتبيعه بمبلغ معين، لو سبته يوصل للحجم التسويقي بتاعه فالمبلغ اللي بتبيع بيه بيبقى فبيبقى فاهم كويس جدا. والحقيقه احنا بنشكرهم لانهم متعاونين معانا جدا وبيساعدونا في المساله دي وبيلتزموا بفترات الوقف. طبعا مع الجهود اللي بتعملها المحافظه وقوات حرس الحدود بتعمل جهود كبيره جدا للمحافظه على البحيره خلال هذه الفترات. هو كمان الجميل في الموضوع واللي هنحب نتكلم عنه طبعا لكن بعد الموجز هو الدعم المقدم للصيادين. هنعوز نعرف مثلا من حضراتكم عدد المراكب اللي موجوده، كم مركب صيد موجوده، عدد الصيادين. طب في فتره التوقف ايه طبيعه الدعم اللي بيقدم للصيادين، عدد الصيادين وطبيعه الدعم المقدم للصيادين في هذه البحيره، مع ضيوفنا الدكتور عاطف مجاهد مدير عام المصايد والدكتور شكري سلمان مدير عام بحيره البردويل. برحب بكم مره ثانيه. اهلا بيك يا فندم. يا اهلا بحضراتكم. احنا قلنا ان في فتره للتوقف البيولوجي، في فتره ما بيكونش فيها صيد، طبيعه الدعم المقدم للصيادين بيكون عامل ازاي؟ اولا هي فتره التوقف هي فتره بتبقى استثنائيه. في عندنا عدد 6 جمعيات، ال6 جمعيات دول خاصين يعني بيقدموا خدمات للصيادين في اثناء الموسم واثناء فتره التوقف. في اثناء الموسم جمعيات الصيادين بتقدم اللي هي مشاركه معهم في توفير معدات الصيد سواء موتور اوت بورد او شباك صيد، وبالتالي بتديهوله بتقسيط المريح. وفي فتره توقف ال4 شهور المفترض ان احنا في عندنا جزء بيتاخد من الحصه، جزء نقدي على الاسماك وبيروح عائد على المعاملات. في خلال ال4 شهور التوقف كل جمعيه بتقوم بصرف حصه لكل صياد من صياديها اللي عاملين في بحيره البردويل، بتعينوا على الفتره. اي نعم ممكن يبقى الرقم مش كبير ولكن هو جزء نقدي يساعده في فتره التوقف. بالنسبه للخدمات اللي في خدمات قدمت كبير من مشروع سياده الرئيس الجمهوريه اللي هو مبادره بر أمان، كانت تقدم لكل مركب 3 كيلو شباك ولكل صياد بدله، يعني معدات صيد سواء حذاء بحر وبدله. والدوله بتسعى حاليا في انها توفر لكل صياد كل مقومات اللي تعينه على فتره سواء فتره توقف او في تأدية عمله داخل البحر او البحيره من خلال المشاركه مع وزاره التضامن الاجتماعي. عظيم. دكتور عاطف، عدد المراكب اللي موجودة في البحيرة، عدد الصيادين والمواقع كمان اللي بيتم من خلالها الصيد. البحيرة فيها بالظبط 1228 مركب. ال 1228 مركب دول تقريبا عدد الصيادين حوالي 4000 صياد بيعملوا في بحيرة البردويل. الصيادين بيستخرجوا سواء تراخيص الصيد أو البطاقات الخاصة بيهم من مكاتب المصايد اللي موجودة على البحيرة. عندنا 3 مكاتب مصايد، مكتب في العريش في 150 مركب، ومكتب في رمانة حوالي 171 مركب، والمكتب الكبير أو عدد الصيادين الأكبر موجود في منطقة بير العبد حوالي 907 مركب صيد. الإجمالي 1228 مركب بعدد 4000 صياد، وزي ما دكتور شكري قال عندنا 6 جمعيات موجودة في البحيرة. طيب ده عظيم جدا. مهم كمان نتكلم عن الثلاجات والتسويق. يعني هي الفكرة ان احنا بندعم وفي مبادرات لدعم الصيادين وتوفير المعدات زي ما حضرتك قلت، مبادرة بر أمان وغيرها من المبادرات، لكن دعم الصيادين في مسألة التسويق. والله هو مسألة التسويق، احنا عندنا التسويق مباشرة من المينا بيدخل الأسواق مباشرة، لأن الأسماك أنت عارف حضرتك إنها ليست سلعة، يعني مش بسرعة تخزين، فبالتالي خصوصا إن المنتج لكن ممكن المنتج لو في تلاجات أعتقد ممكن تساعد في ده. التلاجات عربيات احنا بالنسبة لنا كمرسى صيد يعني مفيش تخزين عندنا، التخزين يخرج مباشرة إلى القطاع الخاص إذا في عنده تخزين، أو مباشرة إلى الأسواق. الأسواق سيادتك برضو يعني احنا حاليا سمكة جودتها عالية، منتج جودته عالي، فبيتسوق مباشرة إن شاء الله. ده بالنسبه للثلاث مراسي الموجودين. احنا عندنا 3 مراسي زي ما الباشمهندس، ال3 مراسي بيشتغلوا بكامل طاقتهم، وبالتالي يوميا احنا متوسط انتاج البحيره لا يقل عن 25 طن بيتسوق محلي، وفي جزء ممكن يروح تصدير. عظيم جدا. ده هو مصدر دخل مش فقط للصيادين، ده لكل المتعاملين كمان مع الصيادين، المناديب احنا ال 4000 صياد دول عماله مباشره موجوده داخل البحيره، لكن زي ما حضرتك قلت كده في يعني الناس اللي بتشتغل في شباك في صيانه شباك الصيد، في صيانه المراكب. انا عايز ارجع بس لجزء المبادرات او المساعدات الصيادين، لان الدوله الحقيقه يعني بتولي اهتمام كبير جدا بالصيادين اللي هم يعني بنتكلم عليهم اللي هم صغار الصيادين في البحيرات المصريه، وخصوصا شمال سيناء. ان وضع محافظه شمال سيناء الحقيقه بيلقى يعني اهتمام كبير جدا من نتيجه لطبيعه المحافظه واهميتها والمحافظه عليها، فكان في مبادرات كتير جدا اتعملت للصيادين، من ضمنها مثلا مبادره تصنيع مراكب الصيد. احنا اي صياد عنده مركب مثلا تهالكت او يعني فقد مركبه لاي سبب من الاسباب، احنا الحقيقه بالتعاون مع وزاره التضامن اللي بنوجه لها التحيه برضو بنتدخل مع الصياد في ان احنا بنصنع له مركب بتكلفه 50%. الدوله بتتحمل 50% من قيمه المركب، والصياد بيتحمل 50%. في فكره برضو التسويق والكلام ده، احنا فاتحين برضو المبادرات الخاصه بان انت فكره المحافظه على السمكه فعلا عشان توصل حتى للسوق بشكل يعني ما تعرضتش للاجهاد، ما فقدتش جزء من قيمتها، فلازم ان انت تحافظ عليها تسويقيا من خلال بقى ثلاجات، عربيات مبرده. فاحنا فاتحين هذه المبادرات للصيادين او للتجار اللي هو عايز مثلا يدخل في مبادره مع اي من البنوك مثلا، ان هو يبقى عنده عربيه مبرده بحيث ان هو هيوصل، لان الانتاج مش بيتوزع في شمال سيناء فقط، ده بيوصل لكل المحافظات وفي جزء منه للتصدير. فانت لازم تحافظ على السمكه اطول فتره، خصوصا ان احنا داخلين على شهور الصيف، والسمكه لو ما تحافظش عليها كويس بتوصل قيمتها التسويقيه بتقل طبعا بكل، فلازم أن يوصلها السوق بشكل سليم. فاحنا بنتدخل في هذه المبادرات ان احنا عربيات مبرده او اماكن، حتى المركب نفسها احنا بنوفر له زي ايس بوكسات كده موجوده على المركب، بحيث ان هو يحط لحين خروج حتى الاسماك من الماء الهام بالظبط كده، يحط فيها بحيث انها توصل للمستهلك بكفاءه عاليه، وده يدي قيمه مضافه ليها ويزود ده. فالحقيقه المبادرات كتير، التدخلات كتير لابناء شمال سيناء، وهم يستحقوا الحقيقه كل الدعم. احنا طبعا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا. دكتور عاطف مجاهد مدير عام المصايد، شكرا جزيلا ليك يا فندم. وادنا دكتور شكري سلمان مدير عام بحيره البردويل، شكرا لحضرتك.